في المبادرة السيد الرئيس ايضا مع جمعية تيميتان ذكرت ثلاث يعني من غير البرنامج الثقافي المعارض الناس بزاف الامور اللي تسكنوا تما الزهراء تشدي على الجانب الثقافي الجمعيات اللي تشتغل على الجانبات ذكرت لاول مرة ثلاث من اكبر السهرات اللي تسكن اولها اللي دار الرمزية الافتتاح القصبة الاكاديرو فلا يعني العدد كتوني بدوكا اللي زاكنا تي حاضر مدينه نفايات الرمزية ايضينا التغطية الإعلامية اللي تسكن لا محلية وطنية ودولية اللي تفانا بالتحرير اللي سينا بغيت نحل الغازي وصل الفضاء العمومي خاصة أنهم يدنا تملكن على أنه الخيرة ذاتي إلقى شي حاجة اللي قالوا يعني تمتلك الجميع كل شيء ساكنة وقادر كل شيء سواسة كل ما حيلا كانوا مازال حماس المغرب ولا تحت العالم تمغات تمازيغ تستدي السكن إذا خصها ترمز حقا وكان غيكليتي تونس احتياجات احتياجات اليوم غادي في دار التمغات يخصا دائما تغنى في الطريقه هذه السنه وهما الروايس الفنانين بصفه عامه لان الروايس لعب لهم دور مهم جدا سي قايدي ساول ديما انا كنظن بانه يعني لقاء عالمي للروايس حماس وقدير يريك مهم جدا لانه يتحمس التراث اللي يمزن تمازيغ يسكن سياسة الطريقة بهراية الفولكين تنمد بالعين هو الجهة والأهمية قرن الوعي المنتخب لإنجاح هذا المسار قبل أن أفكر الكلمة سكر غادي قال الهدف المشاركة للقاعة اللي ندي نعيد من ناول الإخوان منتخبي الجماعات الرؤساء اللي غادي نمر سعد الله تيفتاريكا رئيس التنسوات التمينات المشاركات دونك غادي نبداو الجزء في السن والمقارنة وكنحاول نركز نسكريا ثلاثة دقائق إكريكاتيان وكنت أرسي زوالي غير ممكن أدون الإخوان اللي قالين منتخبين على سيان لأن العدد الحواج اللي ممكن أن تسكرت صفر درهم اللي تكرر الحواج اللي خسرت الإمكانيات ولكن خسرت بعدها بنادم أي ديماري وانتم ما يستغل تجربة اللي يزرين غدا الجماعة الطبيب نظر سي اليابوي بلا يعني كان ممكن تدوى الجهة والأهمية قرن الوعي المنتخب لإنجاح هذا المسار قبل أن أفكر الكلمة سكر غادي قال الهدف المشاركة للقاعة اللي ندي نعيد من ناول الإخوان منتخبي الجماعات الرؤساء العدد الحوايج اللي ممكن أن تسكرت صفر درهم اللي تكرا الحوايج اللي خسرت الإمكانيات ولكن خسر بعدها بنادم أي ديماري وانتم يستغل التجربة اللي يزرين هذا الجماعة الطبية هذا أعتبره ثورة حقيقية ثورة ثقافية حقيقية قام بها المغرب بنوع من العبقرية المغربية المتعارف فيها عبر التاريخ ونعتبرها كذلك ثورة ثقافية نابعة من الشعب المغربي استسمع باهره غصه باش نشارك حماس اللقاءات اللي تنظم التنسيقيه الاقليميه لحزب التجمع الوطني الاحرار حكادير في اطار برنامج رمضانيه الاحرار بطبيعه الحال الديناميه التفولكي لان اولا التحايل الفاعل السياسي المجتمع باش تطور النقاش تسكريات لا بلاتفورم معها سواء الميد معها تمكير معها سواء فيها القضايا اللي قال مهم منها القضيه التفعيل الامازيغيه خصوصا حماس الجماعات الترابيه غصه دي قال موضوعات قال موضوع باري قال مهم المكاركيس ديال عدد من رؤساء الجماعات اللي سكنيات المجموعه من التجارب الرائده في التفعيل الامازيغيه حماس الجماعات نسن ايضا نكنيكا جماعه اكادير نشارك نا ما نسكر حماس البرنامج عمل الجماعه اللي في صادق المجلس 22/27 لمول حديديات الميزانيه 88 مليون درهم باش السوري الامازيغيه تملك اي توكادير ديناري اكادير العاصمه الثقافه الامازيغيه ان شاء الله باذن الله. المقرر غسان يسكر التنسيقيه الاقليميه لحزب التجمع الوطني الاحرار وكادير
في موضوع التجارب الترابيه ناجحه في تشجيع الطبع الرسمي للغه الامازيغيه. قال هذا في قداش كان منا ورؤساء الجامعات اللي سكرنا تفعيل الطبع الرسمي للغه الامازيغيه الجامعه تنس زرين زرين المخطط المخطط نسمع الدورات وكان بدنيه ارتبخ باش كيس استعدنا رؤساء ديال الجامعات اللي زرنا مغسد حاضرين العدد من رؤساء الجامعات من الاقاليم في تزنيت واشتوكن اختاروا دانت وكادير يعني من العدد من رؤساء الجامعات وكان الخراد يملي غد يزد اتميت محتاجا من داس نتقرب واخا الخراد نكشم الصلاحيات نس نكشم على دوار نس ولكن احتاجا من داس نتقرب استجارب استعدا اجلس نستافد فعلا سزربا تمازيغ تغيلات تسكر قسمه يقولنا يخصها الى كريكاتير على المستوى سيسكر الدور اللي كان وينس الجامعه الترابيه تنتني الى وينس يبان غاك اللي تزرى مي سقسيت العدد رؤساء الجامعات سيلا الاستعداد النهار غتغاو سياد اللي استيقنك القانون يفرض الجامعه تسكر بطبيعه الحال غسادي كايا المقاربه راهي فولكين اللي حمقرنا امازيغ بطبيعه الحال حماسه اللقايات اللي كان وين يخص تنزيل الطبع الرسمي الامازيغيه وبالخصوص حماس ما يتعلق حماس الجماعات لا نوكادير ولا تين نزكان ولا تين تزنيت ولا واش كانت بزاف الرؤساء الجماعات حتى حماس ترودانت ولا تزنيت ولا شتوكايت باها ولا حوكادير بطبيعي إيكا غسد المقاربة راي فولكين اللي حفكاية كري قاتيان تجربة نسد الكيفية اللي سيمكن الجماعة أسر تساهم حماس تنزيل الطبع الرسمي الأمازيغية ياد بطبيعة الحال اللي كان غيلاد يتقى تقريبا يعني نمول زعما على كل الجماعات باش ساهمت حماس تنزيل الرسمي الامازيغيه لا ما يتعلق بالجانب ديال الاوراش اللي راه تسكر الجماعه ولا ما يتعلق حماس اللي تو زران حماس نيغاراز حماس التسميات حماس الثقافه حماس جميع البرامج النس بطبيعه الحال يخصها ليا النوع الرسميه حماس تنزيل جميع البرامج وبالخصوص ايلي النوع من التمويل للبرامجات باش تدرس نيه الفعاليه في المستقبل ان شاء الله. يسمح بهره باش نشارك حماس المقرات اللي يسكر حزب الاحرار اسمون ديال العدد رؤساء الجماعات ماني كسرى يمكن نسكر تنزيل الطبع الرسمي للغه التمازيغ حماس الجماعات لمتابعه. إلين غيد من نوع النماذج زدوين تزنيت زدوين عيت ملول زدوين وقادير البرامج هذا ولا المشاريع اللي سكرن إيجا يتجربة بعرف فولكين اللي ريف جهة سوس يت نموذج تنزيل طبع رسمي للأمازيغية في الجماعة الترابية إذا أربهرنت نسنيمير رؤساء الجماعات درنت منا اي لا تقين المشاريع وين حقيقه وين على ارض الواقع تنمي